ازيكم؟ يا رب دايما تبقى بخير. انا هاني النادي، واول مرة اطلع على قناة اليوتيوب بتاعتي بشكلي او اكون ظاهر على الشاشة بتاعتها. انا كل مرة كنت بظهر على اليوتيوب انا كنت بشرح يا اما ابليكيشن يا اما ايديت يا اما اي حاجة كانت خاصة بموضوع التصميم او التصوير او اي ابليكيشن يكون فيه فايدة لاي حد، انا كنت بطلع اعمله. يمكن دي اول مرة انا اطلع على الشاشة. انا اعرفكم بنفسي، انا هاني النادي، جرافيك ديزاين، فوتوغرافر، حاجات كتيرة مش وقتها نتكلم فيها، مش دلوقتي. انا النهاردة نتكلم مع بعض عن حاجة في غاية الاهمية جدا. لو انت صاحب اي مشروع، اي فكرة، اي بتنتج اي انتاجية او سلعة انتاجية، فانت النهاردة الحلقة دي لك انت. لو انت مرتبك فوق 8000 جنيه او 10000 جنيه، فانت ممكن تقفل الفيديو دوت ومتفرجش عليه لان هو مش هيبقى ليك. ها، ما قفلتش الفيديو، نكمل الفيديو. النهاردة انا محضر ابليكيشن اي حد بيستخدمه في الدنيا كلها. انت ازاي المنتج بتاعك ممكن يوصل ل 310 مليون شخص حول العالم من غير اي تعب، من غير اي حاجة خالص. والمفاجأة كمان في الموضوع دوت حاجة تانية كمان انت متعرفوش، ان ممكن انت كمان الحاجة المنتج بتاعك او السلعة بتاعتك ديت الشخص اللي هيشتريها منك هو اللي هياخدها منك، يعني مش انت اللي كمان توديها له، لا انت هتيجي تاخدها منه وهو اللي هيغلفها لك وهو كمان اللي هيعمل لك خدمة الشحن، هو يبقى ملزوم عن كل حاجة. انت ما عليك زي الباشا، هتنام وهتصحى الصبح هتلاقي عندك في الميل بتاعك او الحساب بتاعك الجوجل او اي حاجة ان انت عندك اوردرات المفروض تسلمها او عدد من الشحنات او عندك بعض السلع اللي انت عارضها كذا حد طالبها. ازاي ده كله هتعرفه معايا؟ انت لازم تتابع الفيديو معايا للنهايه. بس قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا وتعرف خبايا الموضوع ايه وبسهوله جدا، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان اي حاجه اعملها انت تشوفها على طول. قبل ما نبدا كمان الشرح بالخطوات اللي في السايت او الابليكيشن، انا هديك نبذه سريعه جدا عن الموضوع. الموضوع اسهل من انك تتخيل ان انت تشتغل بيه. انت اي حد في الدنيا دلوقتي بسبب موضوع كوفيد الكورونا ابدأينا نشتغل كل الشغل بتاعنا اونلاين او بنتسوق اونلاين عن طريق مثلا سياق، مثلا جوميا، سوق كوم، امازون، اي منتج من الشركات ديت احنا بنتعامل معاها وبنشتري منها وبنبتدي نعرف نخش نختار الحاجة بتاعتنا ونبتدي نعرض كل حاجة. انت هتقول لي انا لازمتي ايه او انا فايدة ايه اللي انت بتقولي الكلام دوت الخاص بالشركات دي؟ انت هتقدر تعرض دلوقتي على جوميا وعلى سوقكم وعلى امازون اللي هي اصلا مشترية سوقكم دلوقتي. ازاي هتبتدي تعرض؟ اي سلعة انت خاصة بيك سواء ملابس، اكسسوارات، موبايل، هدايا، اي منتج هاند ميد، اي حاجة هتبتدي تعرضها على المواقع ديت ومجانا بدون اي حاجة خالص، ولا هتبتدي تدفع رسوم تسويق ممول، ولا تبتدي تدفع حتى اعلانات ولا ترويج ولا اي حاجه خالص. هتقول لي ايه اللي انت بتقوله دوت؟ اللي انا بقول لك دوت صح. اول حاجه انت تبتدي تعمل اللي انت تخش مع جوميا او مع سوقكم هتقول لهم انا عايز ابقى وكيل معاكم وابتدي اعرض الشغل بتاعكم وابتدي انزله معاكم واعمل لكم عرض اسعار والكلام ده كله. هيقولوا لك اهلا وسهلا بيك، احنا موافقين جدا وما عندناش اي مشكله خالص، ابتدي سجل البيانات بتاعتك هنا. بس قبل ما تسجل لازم يكون عندك سجل تجاري وضريبه، ولازم كمان يكون المنتج بتاعك عالي الجوده رقم واحد، يكون عندك الاقل سعر ابتدي يتعرض علشان دايما اقل سعر بيبتدي يتروج كويس. لازم حاجة تانية يكون المنتج بتاعك زي ما قلت يكون الكواليتي بتاعه عالي جدا علشان الناس اللي بتشتري منك بتبتدي تقيم المنتجات بتاعتك وبتدي تظهر في السيرش الابليكيشنات الموجودة سواء مثلا سوق كوم او جوميا. هتقول لي طب ايه الشركة مستفيدة منك؟ الشركة بتاخد منك عمولة حوالي من 2% لحوالي توصل 10%. كل اللي انت بتعمله ان انت بتحضر المنتج بتاعك والشركة بتبعت لك حد ياخده منك وبتدي هي تغلفه وبتبتدي تجهزه للمستهلك. ازاي الكلام ده كله بيحصل؟ الشركة بتبقى ملزومة عن الشحن للشخص او التوريد ليه، بتبقى مسؤولة عن استبداله او استرجاعه خلال 14 يوم. هنقول دلوقتي اهم الحاجات، خليك معايا عشان نكمل بقية التسجيل وهعرفك نسجل ازاي في البرنامج وفي الابليكيشن بطريقة سهلة جدا. هنبدأ مع بعض دلوقتي نكمل هنا الشرح عملي.
تمام. احنا هنخش على jumia.com.eg. البيج ديت انا هسيبها لكم في روابط الوصف تحت في الديسكريبشن، وهسيب لكم اللينك كمان بتاع سوقكم وبتاع امازون. دلوقتي احنا بنخش، او مجرد ما نخش على الصفحة ديت بيقول لك ابدأ البيع على جوميا الان، او ابدأ البيع هنا. فاحنا اوريدي بندوس ماشي اوكي ابدأ البيع. بيفتح لنا صفحة تانية برضو مربوطة بيها، ويبتدي يعرفنا الدنيا فيها ايه. هنا بيقول لنا احنا نؤمن ان جوميا مرحلة الشراء القادمة للعميل ستتم على الانترنت، فهدفنا ايه؟ ارضاء العميل. هنا بيقول لنا المعلومات اللازمة عشان نعمل حساب على جوميا. بيقول لك هنا البريد الالكتروني والبيانات التفصيلية للشركة، او العنوان والاسم القانوني، اللي هو يا جماعة زي ما قلت لكم لازم يكون عندك سجل تجاري وبطاقة ضريبية، لازم شرط اساسي عشان نتعاقد مع جوميا لازم يكون عندنا دي. بنبتدي كمان هنا نخش على بيانات تفصيلية للحساب البنكي اللي هي الكريدت او الفيزا اللي معاك. وبيبتدي يقول لك هنا امكانيات توصيل الطلب، انت هتقدر توصل لنا الطلب ولا احنا تقدر تدلنا اقرب مكان في مخزن او اي حاجة. فاحنا بالتالي بنقرا البيانات دي كلها وبنبتدي نعمل. هنا بيقول لك ما تكلفة البيع على جوميا وتكلفة الشحن. هنا برضك انت لو عايز تعرف بتشوف انت تكلفة الشحن ايه، والعمولة ورسومات جوميا اكسبريس اللي هي انت هتجيبها من بره البلد دي. يبتدي بقى يقول لك ابدأ البيع. هنكمل نقول له اوكي نبدأ البيع. بيبتدي يقول لك حط رقم تليفونك والاسم الاول للعائلة واسم المتجر، وتبتدي تتكلم بقى يمين البائع الاخر الذي يرشحك، وتبتدي تعمل ايه، تملى البيانات دي كلها بالتفصيل يا جماعة، ولازم يكون بالظبط زي ما هما بيقولوا لنا. طبعا بعد ما تخلص ده بدوس استمرار بيفتح لكم كمان صفحة بتبتدي ترفع عليها السجل التجاري بتاعك والضريبة، وبتكمل بعد اوكي الكلام ده كله بتبتدي تمضي على كذا نسخة إلكترونية على النت التعاقد بتمضي عليها. وبعد كده هي الشركة بتبتدي تكلمك عشان تروح المقر الرئيسي بتاعها تمضي العقود، وبكده تكون انت بقيت شريك في موقع جوميا. اللي بيحصل بقى انت بتبتدي شغال، الناس بتخش بتاخد تطلب الاوردر بتاعها او المنتج بتاعك تبتدي تطلبه جوميا. انت لازم كمان يكون عندك الحاجة اللي بتعرضها، لازم تكون عندك بتضيفها على الصفحة، عدد المخزون، كم قطعة، الألوان، المقاسات، التفاصيل دي كلها لازم وضروري جدا علشان بتفرق لما حد بيخش يختار حاجة بيتقول له في منها ألوان وفي منها سايز وفي منها كذا حاجة. انت بتبتدي تكتب كل تفصيلة عنها، ولازم تحط لها كمان صورة تكون مصورها بخلفية بيضة وبكواليتي عالي علشان يقدر يزوم على الصورة ويشوف المنتج بتاعك عامل ايه. وهنا نبتدي يكون الفيديو بتاعنا قرب يخلص، وشبه كمان يكون خلص. انا هسيب لك الروابط بتاعتك في الديسكريبشن تحت، كل الروابط اللي هي خاصة بأي حاجة. بس أهم حاجة، أهم حاجة ما تنساش تعمل لي سبسكرايب للقناة، ولو الفيديو عجبك اخبط لي لايك، لو ما عجبكش برضو يعني اخبط لي لايك برضو، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد عني. وانا هنزل لكم كل يوم ابلكيشن جديد يقدر يفيدك بدون اي عمولة وبدون اي رسوم. شكرا.